السلام عليكم متابعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو اليوم. غنقدم لكم واحد السمك سميتو صافيو، يكون بحال هكا. كيفتحوا له من هنا كيجبدوا له الاحشاء ديالو، كيكون بني في المذاق ديالو. غنديروا معاه قزبر، ثومه، مطيشه، البصله والفلفله، وعندنا هنايا العطريه، الكمون، البزار، الخرقوم والسكنجبير. وغنديروا في البدايه غنديروا الزيت، تسنى بعدا نهضر بالريفيه. السلام عليكم ايتما سويتما، مرحبا بك انت في فيديو نهارا. سامح انت نهارا تواصي جوفوس لينا تخسر هي السيبورا نايض وبغيت تطف هاقا نهارا كي كنت غسر من صافيو هاقاث صاحب الحوسي ما قاسنني سرماني نجاني بحريا هاقا كيسكا طوماطيش صوصات شرفر هايدا قزبور تيشات العطرية. بسم الله على بركة الله. انا شوي نسيت كيس نخلط شوي نزيد تابع حينت هاقي سويت ماء غاتسقع صوص تشم سكارو ناس صوص تشم فلفل صافي العقري راح سويت ماء فلفل دام سكارو هاذي عارق شي حاجة مشات عجيبه تعارقة جنت قنت الطبقة ساختا و تارن الطاجين هاذي هو شي تعجبها يسقغم هي الطريقة هي على مفتعرق على مفتعرق فلفل هاذ عذرا غادي يشد القزبور أسلع عندي ياسوي ثميفة ونزا نهارا ما شاء الله يا حمان غد الله تعالى ما شاء الله يفتا ونزا فويرتي شكا ديك صباح وفي الدنيا ذوف وفي الصحي السقع اي والله يرحمنا يا رب العالمين البيضة القرا هذه شافها يمسر منا غادي شافها جميع المرضى يا رب العالمين منير كان في شافها الله تعالى ونيجي نموت ان شاء الله ذي يرحم الله تعالى ان شاء الله يا ربي من نتمنى ان شاء الله ذي يحقق ربي هاقد عذرا شوي انتشار البنات دابا كنكرد هنايا القزبور والثومة من بعد ما درت الفلفله تشحر شويه كتعجبني تشحر انا باش ما تبقاش هكاك كتعجبني تشحرها خصنا نجيب واحد ملعقه صغيره ما كايناش ما نقدروا ندير هادي بسم الله غندير شويه د العطريه غندير شويه د الابزار غندير سكنجبير ندير كامون والخرقوم وغندير شويه د الملح غندير شويه د الحنايا غنخلط كلشي هادشي بالزيت وشويه د الماء غنجيب شويه د الماء مرويني بسم الله وغنتبل الحوت ديالي نتسنى بعدا ندوز واحد التحريك على الفلفلة باش تشحر ليا دابا غنخلط هاد المقادير كاملة غنقاد واحد التومة صاينة سمحوا ليا وصافي كنصور لكم اليوميات ديالي كما هي مكنقطع مكندير والو هاقي ياسوي ثما روح العطرية نيمة نعيني كلشي هاقي هاد الدهنة غي يسرمانا توك ندير لنا كيسكا شوية بطاطا تعالى حط شغل شي حاجة من بطاطا ضروري مي غيحا موشن ضروري خصص بطاطا
قرف نسرمان سندا العطرية مليح هاك سندا باب. هتنجر شي حاجة هاقي لي حاموشي النار غير ما بصدش هتنجر تشحر نبدات شي حاجة كيداس روقا غنعدرا شويه بطاطا قشا شويه بطاطا تأفيس تبع الصدارة شير مولاي قاقط عاد تشطيب يعني في ناس تانو يسر من النقاقة تبان لي تتبينا حسن تابع نتا كيدي سامح نتا نهارت هو كيدي تشوفوه هادي ياس فيديو كنزز شي حاجة سامح نتا بدو نتا كيدي اش كنت يعاون ربي لك ان شاء الله. سمحوا لي البنات قلت لكم قبيله راه سميتو صافيو راه سميتو ربي بالعربيه سميتو النون سمك النون هاكي كيكون. سمحوا لي بزاف على هذا الخطا اللي درت دابا غنشحر هنايا مازال كنشحر البصله دابا البنات قطعت هنايا جوج بطاطات عاديين وحده حلوه غنديرهم من الفوق صافي غندير لك بحال هكا وديك مطيشة درتها هنايا مع ديك العطريه غنكبها من الفوق قدامها بواحد اليد البنات غير سمحوا لي قبيله كانت قبضات لي بنتي دابا مشات صافي البنات دابا غنهز ديك الحوته سميتو ربي سمك النون غنديرو على هاد الطريقة البنات غنقطع شويه ديال الليمون الحامض ونرجع معاكم البنات غنعصر شويه الحامض من الفوق وغنجيب الحامض اللي قطعت الدواور غنحطهم من الفوق ودابا البنات غنمرق شويه واحد جهد واحد الكاس وغنغطي عليها باش طيب تابعوا معايا البنات غير حاموشي النار وفومين زم الليمون ديال الليمون الصراح روخان بشويه وامان امان وان جهد الكاس تزقنا من الكاس حسب قام يدير المهم تابع انت كي يديرو هاد العريض الطاجين هنا تجاري واحد قاضين سنقصا وتفضل تقدمها كيف كيف ان شاء الله ها قيري حاموشي نقبيغ نهارو كي كندمري خشي و كندي دمري خشي ديك كوينو ها قيري ختي ان شاء الله هديا الكفاران كوي خباز نينو تجمعي غاورن لا مني مي غي حاموشا ضروري لي غاورو ها قيري حاموشي ناق غاورو كفاران من غير تابع انت كي داير هذا حاموشي انت قرص سندويش ديري فيا النقه انا سندويش تاك وحنت كيت يا حاموش ماما غير دات ديك كوح ما قاضي حاموشي النقه قاورو ما اثنان ما شاء الله نشهدكم البنات خيركم في داركم كنشكركم على المتابعه البنات وما تنساونيش من لايك وكومونتير زوين بحالكم وتابوناو البنات اللي مازال ما تابوناتش عنديه هاقايدي حاموشي الناغ غروم كسخثيد نتمنى كنتي عجب وتقنتي لايك وتدوت شي عافاك انت هاقا الطاجين نايس رمانه وسويثمه نتمنى كنتي عجب تقنت الطريقه يتقى تفوض مليح تفوض سبحانت عافاك انت وليتو تنشي سلايك البارطاج الى اللقاء